Salut à tous et salut à toutes. Salut mes chers élèves, j'espère qu'on est au top, top, inshallah. Merci, premier mot, de me rejoindre à cette nouvelle épisode. L'IFA, inshallah, ou l'Instagram ou Facebook. Examen régional. جوج ديال هاد لي كومونتير وهاد السونداج وقررت انني اليوم الفيديو ديال هاد النهار غادي يكون ان شاء الله تعالى عبارة على تصحيح اسهل امتحان جهوي يقدر يتحط لك. كيفاش البروفيسور ساهل؟ علاش قررت انا نصح معاك هاد الريجيونال في هاد اللحظه هادي؟ لان كاملين كاملين شفنا الدراري ديال الباك والنتائج ديال البكالوريا اللي نجح ان شاء الله الله يوفقه ويخليه دائما ان شاء الله يكون توب توب ودائما يبقى الفوق ان شاء الله تعالى. وكنتمنى لكم انتم النجاح. كذلك بزاف ديال التلاميذ تواصلوا معايا قالوا لي الاستاذ واش حتى حنا يقدروا يحطوا لنا الريجيونال؟ صعيب، ما تخافش، ما عندكش مناش تخاف، حتى هذا الريجيونال يقدر يبان لك دابا صعيب، ولكن ان شاء الله انت غادي تشوف كيفاش غادي يدير يخرج راسه بديدات وكل شيء غادي يولي زبده ونادي كنادي. انا عارف بزاف ديال التلاميذ توحشوا مني هذه الكلمات وبزاف ديال التلاميذ توحشوا لي لايف. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا ما يبقاش عندنا مشكل. هذه غتكون البارتي الاولى ان شاء الله ديال هاد ليكزامان ريجيونال على ان شاء الله بعد غدا ولا غدا ان شاء الله تعالى غادي يكون عندكم البارتي الثانيه من هاد ليكزامان ريجيونال. نبداو على بركه الله. دونك لي كيسيون كاتبهم هنا الدراري، ولكن فين هو استاذ لو تيكست؟ لو تيكست بسيط عندنا، لو تيكست عندنا هنا غادي نفتحو اونتيغون، غادي نفتحو اونتيغون وغادي نمشيو للباج 24 25. سي بون، حنا عندنا البارتي ديالنا هنا داير لكم لي علامه من هنا حتى لهنا. عطاونا غير هادشي يا استاذ، عطاونا غير هادشي يا العزيز، عطاونا غير هادشي يا بروفيسور، عطاونا غير هاد ليكستخي صغيور وشوف شحال غادي يخرجوا لنا منه ديال لي كيسيون. دونك سي بون، الامتحان ماشي ساهل ماشي صعيب، ولكن الناس اللي فاهمين غادي يعرفوا يجاوبوا، ولكن ان شاء الله تعالى كل شيء غادي يولي ساهل ان شاء الله تعالى من خلال من بعد نهايه هذا الفيديو. اول حاجه غادي نفكرك بها بالنسبه للتلاميذ المتتبعين الخاصين بالاستاذ يوسف فارس، ما تنساش دير لايك للفيديو باش يوصل للتلاميذ جداد، باش انك تحفزني على الفيديوهات جداد لان كنضرب فيهم واحد ليفور اللي هو كبير، وتخلي شي كومونتير يكون زوين. وبالنسبه للتلاميذ اللي اول مره غادي يشوفوا لاشين ديال البروفيسور فارس يوسف، ما تنساش تابونا في لاشين وتفعل زر الجرس باش يوصلك ان شاء الله كل جديد، وتوصلك حتى البارتي الثانيه وفيديوهات وحدين اخرين ودي زيكزامان وحدين اخرين ان شاء الله. نبداو على بركه الله ونقراو ليكستري ديالنا. دائما الدراري جيبوا ورقه والسيلو، جيب واحد الكالوندري ديالك فين تقيد لي بون لي نوت بيان، وجيب كذلك لونتيغون وتبع معايا. سي بون، الله يعطيك الرضا. دونك اونتيغون حنا هنا عطاونا هاد ليكستخي من طبيعه الحال ديال لاسين اللي كاينه ما بين اونتيغون واسماعيل، هذه لاسين اللي كتعتبر لاسين الثالثه من بعد لاسين ديال البرولوغ، نقدر نعتبروها سين، من بعد لاسين ديال اونتيغون افيك لا نوريس جات اسماعيل دخلات في ديك اللحظه. كان واحد الحوار اللي بيناتهم، ولكن حنا غادي نشوفوا شنو عندنا هنا. بيان سور اونتيغون شنو كتقول؟ بيان سور اشاكان سون رول، كل واحد عنده الدور ديالو. لوي il doit nous faire mourir، هو واجب عليه انه يقتلنا، هو واجب عليه انه يقتلنا. هاد الواد الدراري على من كتعود؟ كتعود على كريان، وراه عندنا كيسيون عليها في هاد الريجيونال. il doit c'est le verbe devoir conjugué présent nous faire mourir، انه غادي يقتلنا. et nous وحنا nous devons aller enterrer notre frère. nous devons c'est le verbe devoir مصرفنا في البريزون حتى nous devons aller، واجب علينا اننا نمشيو. enterrer enterrer هي le verbe دفنا، ولا دابا بغينا نديرو لها لا نوميناليزاسيون ديالها غادي نديرو لها لونتيرمون، يعني عمليه دفن notre frère، وحنا واجب علينا نمشيو ندفنو الاخ ديالنا. سي كوم سولا كو سا ايتي ديستريبيي، هكا هي
ديستريبيات، يعني توزعات الادوار هكا توزعات. هو غيقتلنا وحنا واجب علينا اننا ندفنوا الاخ ديالنا. كاسكو تو فو كو نوزي فاسيون، شنو بغيتينا اننا نقدروا نديروا، شنو بغيتينا اننا نمشيو نديروا من اجل هاد ايغريك كتعود على الكادافغ ديال 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 الاخ ديالها. سي بون. اسمان شنو قالت لها؟ اسمان جو نو فو با مورير. اسمان قالت لها انا ما بغيتش نموت. هاد فو سي لو فيرب فولوار كونجوغي او بريزون. انتيغون ودوسمون جاوبتها بواحد طريقه لي هادئه. مو اوسي جوري بيان فولو نو با مورير. ركز معايا، هادي قالت لها انا ما بغيتش نموت بالبريزون، ولكن هادي قالت لها جوري بيان فولو. جوري بيان فولي هاد لو فيرب هذا اللي ندير له انا بالمارو هو لو فيرب فولوار، هذا مصرف بالبريزون. البريزون فاش كتكون شي حاجه حقيقيه، هاد لانديكاتيف. مي هنا عندنا الكونديسيونيل باسي. الكونديسيونيل باسي كنستعملوه في التمني، يعني هي كتمنى انها ما تموتش. ويعني شنو كتبغي تبين لنا هنايا؟ كتبغي تبين لنا بانها غتمشي تدفن خوها، غتمشي تدفن خوها سواء بغا لو كريون سواء ما بغاش، المهم هي غتمشي تدفن خوها. اسمان باش غادي تجاوبها؟ ايكوت سمعيني نهضر معاك الله يعطيك الرضا، جي بيان ريفليشي توت لا نوي، انا فكرت الليل كامل. يعني هنا كتبين بان اسمان هي ليني اصلا. علاش؟ جو سوي ليني. كيسكو سا فودير جو سوي ليني؟ سا فودير كو اسمان هي البنت الاكبر، ليني هي الاكبر يعني كبر منها. جو ريفليشي جو ريفليشي بلو كو توا، كنفكر اكثر منك. هنا عندنا واحد لا كومباريزون، هذا سي اون فيغور دو سيل اللي فيه لا سوبيريوريتي دو لا كومباريزون. توا سي سكي تو باس بار لا تيت، هادشي اللي جاك في الراس ديالك تو دو سويت حالا. اي طون بي سي تو سي اون بيتيز، يعني هادشي اللي جاك في الراس ديالك اعتبريه غير دي بيتيز، غير واحد الاشياء اللي هما كيتعتبروا بحال مثلا واحد الدري صغير كيدير البساله، يعني هادشي اللي كديري راه غير بساله. موا انا جو سوي بلو بونديري. كيسكو سا فو دير بونديري؟ يعني كنوزن، يعني عارف شنو يصلح وشنو ما يصلحش. انا موزونه وانا اكثر منك وزن، يعني انا بعقلي، يعني انا ناضجه، يعني انا قادره نقرر قرارات اللي تقدري انت ما تشوفيهمش. جو ريفليشي كنفكر هادشي علاش هي بلو بونديري كو انتيغون. انتيغون باش تجاوبها، إليا دي فوا أو إيل، كاينين بعض المرات اللي فيهم إل نو فو با ترو ريفليشيغ، كاين بعض الأحيان اللي مخصناش نفكرو بزاف. سي بون. دونك هنايا هذا هو لو تيكست اللي عندنا في هاد سميتو في هاد ليكزامان ريجيونال. غادي نخليو النص جانبا فاش نحتاجوه، غادي نجيو ليه وغادي نديرو له هكا. سي بون. وغادي نمشيو نقراو لي كيسيون اللي عندنا، واخا حنا عارفين بان سميتو راه ديال انتيغون. سي بون. واخا غادي نمشي نجاوب على لي كيسيون اللي عندي. شنو كيقولوا لي لي كيسيون؟ لا بروميير كيسيون الدراري في ليتود دو تيكست، طبعا الحاله الدراري باش كتذكر هذا راه امتحان جهوي ديال من ديال طون جي تي طون ديال 2009. سي بون. واخا ليتود دو تيكست كومبليتي لو تابلو سويفون. لو تابلو الدراري انا داير لكم هنا طابلو، انا دايرو هنايا. سي بون. شنو كيقول لنا الطابلو؟ لو نون اي لو برينوم دو لوتور، يعني خصني اللقب والاسم دو لوتور. شكون هو لوتور اللي كتب لنا انتيغون؟ شكون هو الدراري؟ سي جون انوي. دائما الدراري هكا كنكتب الاسم ديال اي كاتب كان. جون انوي. جون انوي. سي بون. ضروري الدراري يكتبوهم دي ماجوسكول. دات اي ليو دو نيسانس. لا دات لو ليو دو نيسانس يعني تاريخ والمكان ديال الولاده دمن ديال جون انوي. فوقاش تزاد هو؟ تزاد الدراري في لو 23 عقل. هادشي نورمالمون ساهل، هادشي ساهل، هادشي غير نحفظوه. دونك هادي نقيطه كان بوخسو يجاوب عليها. هاد النقطة هادي كان بوخسو يجاوب عليها، يعني ماشي شي حاجة صعيبة. 23 جوان 1910، هذا لا دات. خصني نزيد لو ليو. لو ليو الدراري شنو هو؟ يا ا بوردو. بوردو شنو هي؟ بوردو هي واحد المدينة كاينة في فرنسا. ا بوردو. سي بون. دابا قالوا لنا لا دات دو ديسي. شنو هي لا دات دو ديسي؟ هي تاريخ الوفاة. فوقاش توفى خوتي؟ نعطيكم بالاكزاكت هادشي هذا عقلوا عليه.
3 octobre, 3 octobre 1987. 3 octobre 1987. C'est bon. Waha, hna ghadi nchouf une de ses œuvres. Wahda mni, wahda من من الروايات ديالو. سي بون، غادي نشوفوا وحده من الروايات ديالو. اذا من بين الروايات اللي كتب لنا جون انوي عندنا كذلك اوغيديس، عندنا اوغيديس. سي بون، اوغيديس تري بيان. كيف ما قلت لكم الدراري تقدروا تكتبوا اي اوفر حافظينها نتوما من لي زوفر اللي كتبهم جون انوي، راه كاينين بزاف. Très bien. Waha, donc c'est la première question. Donc d'abord, c'est la première question. C'est le sujet qu'on a parlé de zéro. Maintenant, je m'occupe. Nous allons dire qu'il sort de son bide. Nous allons la deuxième question. Je nous parle de la deuxième question. Kalulia pour situer le passage. Kaluli pour situer le passage. Très bien. Pour situer le passage, répondez aux questions. Donc, Kalulina, pour situer le passage, répondez aux questions suivantes. يعني هنا غادي نديرو la situation de passage. غادي نديرو تأثير النص. ودائما الدراري عطاونا هاد la situation de passage لأنها ما كتحطش بغير بهاد الطريقة، كتحط لنا بربعة ديال الطرق. غادي نخلي لك الفيديو ديال la situation de passage باش تزيد ضبطو، غتلقاه على اليسار هنايا، سي بون، أولا على اليمين، أنت تلقاه طلع لك في داك الأي البيضة. سي بون، دونك نجاوبوا على هاد لي كيسيون باش نقدروا حنا نكونوا درنا لا سيتياسيون دو باساج. شنو هي لا كيسيون الاولى؟ كي هي انتيغون بارابور ا اسمان. دونك عندي انا هنا 3 ا كي هي انتيغون بارابور ا اسمان. يعني شنو قالوا لي هنايا؟ شكون هي انتيغون بارابور ا اسمان، مقارنه باسمان. يعني انتيغون شنو كتجي الاسمان؟ ها تري بيان اختها. اذا السؤال ساهل، شنو خصني انا نكون عارف؟ خصني نكون عارف غير الفراز اللي غادي نجاوب بها، لان الفراز هي داك صله الوصل اللي كاينه بينك وبين المصحح. شنو غادي نكتب؟ غنكتب له اونتيغون، سهله ماشي شي حاجه. اونتيغون هي اخت اسمان، صافي. اونتيغون ما نقلش كنزوق عليه، ما نقلش كنلعب على المصحح، كنكتب له جمله مفيده، لان دابا عندك المشكل في الطريقه ديال انك تصيغ جمله مفيده. اونتيغون اي لا سور، دائما لا سور كتكتب هكا دمن ديسمان. ودائما الدراري اونتيغون كنكتبوها ماجوسكيل، وحتى اسمان كنكتبوها ماجوسكيل. علاش؟ لانهم سو سون دي نون بروبر، اسماء عالم. Très bien. Hada, la première question, ou bien A, hadi la juge de l'air. Haya, dnehna, je m'excuse. Dnehna, ya. Dnehna, A, hadi la machi, tleta, hada, c'est juge. Très bien. Ndouze, la, B. Ndouze, la, B. Très bien. Chnouk a l'olif, B. De quel frère parle Antigone? Donc, Antigone et Ismaël, que nous kéhdrons à la wahad l'akh d'yelhom. Chkoun wad l'akh li kanou kéhdrons à l'ih? Houma kanou kéhdrons à la men kan kéhdrons à la men kan kéhdrons à la khouha li ma bghash yitfen. Chnou smito? Ismaël et Antigone kanou indhom juj drari khout. Kanou indhom Polynès ou kanou indhom Etiokl. Etiokl houwa l'kbir ou Polynès houwa l'sghir. Had juj hadou kif ma kan arfo? ماتوا بجوج بيهم. الكريون اللي هو لغوا قرر انه باش يدفن ايتياوكل باعتبار انه لو بون فرير، وقرر انه ما يدفنش بولينيس. علاش؟ لانه لو موفي فرير، ويعتبروا بانه خائن. اذا على من كان كيهضروا؟ كانوا كيهضروا على خوها اللي هو بولينيس. دونك دو كان فرير بارل انتيغون، دونك نقول له انتيغون كتهضر على بولينيس. غادي نجاوبو بجملة بسيطة. أنتيغون، أنتيغون، أنتيغون بارل أ سون فخير. صافي، غير هادشي يا بروفيسور، غير هادشي. بارل أ سون فخير بولينيس. تخي بيان، بولينيس. وأنا جاوبت على السؤال بي وديت النقيطات ديالو. غادي نمشي دابا لا كيسيون سي. شنو كتقول لي سي؟ كيتي لاغيفي ا سو فخير.
شنو وقع لهاد الاخ ديالها؟ هاد الاخ هذا شنو وقع له؟ كيف ما قلنا حنا بان الجثه ديالو ما بغاش لو غوا اللي هو كريون انه يدفنه. دونك شنو وقع له؟ كيفاش غادي نديرو؟ غادي نقولوا له بان الجثه ديال بوليناس فين كانت؟ كانت في الطبيعه سون اتر انتيري بلا ما تدفن. دونك خصني نقول لهم بان الجثه ديال بوليناس كاينه مليوحه غير في الخلا غير في الطبيعه بلا ما تدفن. كيفاش غادي ندير نقولها لهم؟ واخا شنو غادي نقول لهم؟ شنو هي الجثه؟ شنو هي الجثه؟ هي لو كادافر. عندك شي تكتب لا كادافر، خصك تكتب لو كا لو كادافر. لو كادافر دو كي؟ لو كادافر دو بوليناس. يعني الجثه ديال من؟ الجثه ديال بوليناس. مالها دو بوليناس مليوحه؟ غادي نقول اي جتاي. هذا راسي لو فوا باسيف. اي جتاي، جتاي هي مرميه. سي بون. اي جتاي فين؟ في الخلا، يعني هذيك طبيعه. شنو غادي نقول لهم انا؟ دون لا ناتور. هاد الاشياء نورمالمون خصك تعقل عليهم. دون لا ناتور مليح في الطبيعه بدون عمليه الدفن. نقدر نقول لهم سون انتيرمون، ونقدر نقول لهم سون بدون، جي ميكسكوز، سون سون اتر سون اتر انتيري. تري بيان. سون اتر انتيري، هادي راينا الدراري. تري بيان. وانا جاوبت على لا كيسيون نيميرو ا، هي هادي لا كيسيون نيميرو بي، لا كيسيون نيميرو سي. دونك هادشي ساهل، ما عندوش شي حاجه اللي صعيبه. غادي نمشي الدراري لا كيسيون نيميرو 3. شنو قالوا لي في الكيسيون نيميرو 3؟ قالوا لي على من، ا كي رونفوا لو برونون لوي دون لينونسي سويفون. هنا قالوا لي على من كيعود الضمير لوي اللي كاين في هذه الجمله التاليه. لوي il doit nous faire mourir. واش غادي يقتلنا؟ دونك هاد لا فراز هادي في كاينه. غادي نرجع انا ليكستري ديالي، فين كاينه لا فراز؟ ها هي. هاد لوي على من قلت لك كتعود؟ كتعود على كريان. وسهله وانا غادي نجاوب، خصني غير نفهم السؤال. وهاد لي كيسيون هادو الدراري راهم من الاسئله اللي كيتعتبروا سهل الممتنع، يعني داكشي اللي ساهل وهو صعيب بعد شي مره فاش كيتحط كيبقى يبان لك غير الضبابه. سي بون. وهادشي راه ساهل ماشي شي حاجه. دونك شنو خصني نقول لهم؟ خصني نقول لهم لو برونون لوي، هاد لو برونون هذا. قالوا لي ا كي رونفوا لو برونون سيل فو بلاي. كنمشي معاك خطوه خطوه. علاش؟ باش تعرف تكون جمله في الطريقه ديال الجواب ديالك، لان هذيك الجمله هي اللي كتحدد المصير ديالك. تري بيان. دونك شنو غادي نقول لهم؟ لو برونون لوي، غادي نقول لهم لو برونون، لو برونون شتي لوي، غادي نديرها حتى هي اونتر غيمي. لوي مالها؟ كترجع هي رونفوا. ها هي رونفوا، غنكتبها كيف ما كاينه تما، غير كنقل رونفوا. انا نقلت هاد الكلمات هادو كاملين كاينين هنا، غير عرفت نرتبهم. رونفوا اك، رونفوا ا كريون، رونفوا ا كريون. الدراري فاش نجيو نكتبوا الاسماء دائما نكتبوا الحرف الاول ماجوسكول. سي بون. كريون ا كريون. تري بيان. ا كريون. هنا جاوبت على لا ترويزيام كيسيون. غادي نمشي دابا لا كاتريام كيسيون. سهل هادشي، هو كيخرج راسو بيديه، يعني راه ماشي شي حاجة. توت لا يموت، هادشي طوب، هادشي ما يبقاش عندك فيه مشكل إن شاء الله، لأن دابا الخلعة الجهوية هي الإشكال. فاش كتلقى جهويات وكتشوف الطريقة اللي كتحل ببساطة، حتى نتا نهار الريجيونال هتمشي نهار الإمتحان هتمشي تحل كلشي إن شاء الله ببساطة، والله يوفق كلشي الدراري. دونك السؤال رقم 4 شنو كيقول لينا؟ كيقول لينا بوغ أنتيغون فيغكول أنتيغيسون فخيغ est une révolte contre la loi. Très bien. واش هو واحد التمرد ضد القانون؟ Très bien. Un devoir envers son frère, une manière de s'opposer à Ismaël. Donc غادي نبدا من السي وانا طالع. Une manière de s'opposer à Ismaël. واش Antigone، بالنسبه لأنتيغون واش انها تدفن خوها؟ هي عطاونا نعزلو ثلاثة، واش أ ولا بي ولا سي. دونك اون مانيير دو سوبوزي أ إسمان، واحد الطريقة باش أنها تضاد مع إسمان. هادو كاملين بثلاثة قرابين ويقدرو يديوك في الهوا سوا، ولكن بغيتك تركز معي.
وحده كتبعدنا على وحده، وحده كتقرب للجواب، كل وحده كتقرب للجواب. واش فاش كانت كتقول لها هي يسمان في النص، فاش كانت كتقول لها انا كنفكر احسن منك، والاخرى كتقول لها لا هذا النهار خصنا يكون بعد مره ما خصناش نفكروا بزاف. سي بون، واش كانت كتعندها؟ لا ما كانتش كتعندها، دونك هاد سي ما كايناش. دونك ان دوفوار اونفير سون فرير، واش هو واحد الواجب في اتجاه الاخ ديالها؟ هذا قريب. وبزاف ديال الناس يقدروا يقولوا لي اه استاذ اه راه واجب، هو فريمون واجب، ولكن الا قرينا السؤال رقم ا اون ريفولت كونتر لا لوا، هو واحد التمرد ضد القانون. تقول لي استاذ واش نختار هذا ولا هذا، هذه ما عندناش، واش نختار هذا مع هذا، غادي نقول لك انا راه فريمون ان دوفوار يعني صحيحه، ولكن انت خصك في ديك اللحظه تقلب على الجواب الاقرب. غنقول لك انا ا هو الجواب الاقرب، غادي تقول لي علاش، غادي نقول لك شوف غير العنوان ديال انتيغون. شنو كتعني لي انتيغون؟ انتيغون كتعني انتي هي ضد، وغون هي لا لوا يعني كونتر لا لوا، يعني اصلا الاقرب الى هذا هو ريفولت كونتر لا لوا، واصلا عارفه راسها غتموت، يعني هي كتمرض ضد القانون. سي بون، دونك لا 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 بون ريبونس دو du quatrième question, c'est une révolte de contre la loi. Donc, prochain que c'est un cas, je vous ferai quelque chose de dire une job. Un que c'est pour Antigone enterrer son frère et un que c'est bien. C'est bon. Donc, que c'est mal fait. Donc, je ne vais pas dire. Je vais me donner une naya. Je vais me donner une naya pour Antigone. pour Antigone virgule. دائما كنمشي حتى انا عندك نهار الامتحان تبقى ما درناش لي فيرغول، راه كيتاخذوا عليهم النقيطات، راه الفيرغول اللي بغيت نجي نقرك غير درس على لا فيرغول، راه كاين اكثر من 25 حاله 30 حاله ديال فوقاش نديرو لا فيرغول بوحدها فوقاش ديرها. سي بون، انتيغي سون فرير اي انا كتبت هادشي اللي عندي هنايا. سي بون، دونك الفهمه ديال السؤال نصف الجواب. شنو هي اون ريفولت؟ اتون ريفولت كونتر لا لوا، كونتر لا لوا. تري بيان بوين، وها انا ساليت. دونك نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، باش ما نطولش عليكم الفيديو قيل راه وصل 22 23 دقيقه. هذه البارتي الاولى ان شاء الله تعالى، البارتي الثانيه انتظروها ان شاء الله غدا، ضروري تكون عندكم، انا غادي ندير الماكسيموم باش انني نوجدها. دونك الا كنتي من المساندين ديال الفيديوهات اليوميه وكل نهار اننا نحطوا فيديو، ما تنساش تخلي لايك يكون عنيف بزاف، وتخلي لنا كومونتير، وبارطاجي لا فيديو افيك فوزامي، وما تنساش الا كنتي مازال ما تابونيتيش في لاشين، ما تنساش تضغط على ابوني وتفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد. دمتم الدراري احلى تلاميذ، احبكم في الله وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.